سانشوري موتورز معنا اليوم باوتو فوكس. بصرنا نرحب بمسيو توروس ديمرجان شورو مانجر. كيفك توروس؟ شان لك باوتو فوكس؟ اي صرنا زمان صار لك فتره ما طلعت معنا. رح نستفيد اليوم من كل معلوماتك وخبرتك بعالم السيارات اكيد، تنضوي اكثر على السياره هي الحدث اليوم بالسوق اللبناني، سياره هايبريد. بنحكي عن الايونيك من هيونداي 2018. في عنا كمان امور كثيره نحكيها عن السياره، بس بدايه بدنا نفسر للمشاهدين شوي شو يعني هايبريد. الهايبريد هي كونسبت، وقت منقول هايبريد يعني جاي موتورين، عندك الكتريك موتور والانجن العادي اللي بتجي على السياره، يعني كومبايند مع بعض بيشتغل هن تيكون في مصروف بنزين كثير قليل. لان تعرف نحن بلبنان وقت منسوق السيارات نحن عندنا عجقه كثير وكذا، از لونج از انت واقف بالعجقه بيشتغل بس الالكتريك موتور، يعني وقت بنقول اكثر شيء سياره بتصرف بالعجقه السياره، هالسياره وقت بتكون واقف بالعجقه زيرو مصروف بنزين، يعني تعاون بين البطارية والمحرك عم مزبوط مع بعض كومبايند بيشتغلوا. اوكي قد ايه تقريبا مصروف؟ قلت لي بتعمل مصروف الكومبايند اذا بدنا نحكي هالسياره الايونيك مصروفها 588 كيلومتر تعمل بالتانك، يعني اذا بدنا نحكي بلغه السيارات يعني 3.4 لتر كل 100 كيلومتر، يعني عم بنزين وننسى، يعني بتعبي بنزين تنسى، يعني بسوق السيارات كلها اذا بتشوف يعني الابيتايت تبعت السياره قد ما قليل، يعني بتعبي البنزين مثل ما قلت تنسى كليا، خاصة نحن هون بلبنان مسافات يلي واحد بده يروح على شغله مسافات ماكسيموم بيكون 30-40 كيلومتر، مزبوط هالمسافة كلها تمشيها الكتريكال، يعني ما بتصرف شيء ابدا بنزين. يعني بقولوا عادة السيارة بعجلة السير تصرف بنزين، اليوم بالايونيك هايبريدز ما عندنا هالمشكلة أبداً. نهائيا ابدا. حلو كثير. طيب عم نحكي عن شكل كمان كثير حلو روس، عن جد كثير شكل اتراكتيف، سيارة كثير عصرية، غير انه محرك كثير عصري عم تشوف كمان شكل حلو. نحن الايونيك وقت عملوا الديزاين لسياره الهيونداي الايونيك ما عملوها بطريقه السياره تكون عصريه وسبورتي لوك، مش مثل الكومبيتيشن. اوقات وقت بتشوف السياره الهايبريد عندهم شكلها بيكون شوي غريب، نعم. هون عم بتشوف سياره فيري فلودك وكل قطعه اللي شاغلين فيها جورج بطريقه انه يكون استهلاك بنزين كثير قليل، يعني المرايات يلي عاملين شيب تبعها اللاينز من قدام، اذا بتشوف كل شيء عاملينه تيكون مصروف البنزين كثير قليل بالسياره. فعلا شكل كثير ملفت صراحة، بس شفت السيارة لأول مرة كثير بتشدك انه تطلع فيها وتشوفها، وحتى يمكن ترغب انه تشتريها لهالسيارة، وخاصة انه هايبريد مزبوط بهالمحرك الجديد اليوم اللي نازل بالعالم وصار موجود بأسواقنا اللبنانية. بفضل كمان هيونداي الرائدة دائما بعالم السيارات. كمان قبل ما ننتقل للداخل عم نشوف هالفرونت فيو رائعة جدا، الجريل الأسود البيانو بلاك، بيانو بلاك جاي كل مرة بده يكون في الاكزاجونال شيب، هيدا شعار الهيونداي مع الليد لايت يلي جايين كتير مع الفتحات، نعم. هاي هالفتحات مش معمولين بس كديزاين، هاي معمول ديزاين تخرق الهواء اكثر فيكون مصروف اكثر على الطريق كمان. اكيد رح نتابع حديثنا معك توروس، منتقل هلا لانتيريور السياره. تعالنا داخل الايونيك هايبريد 2018 من هيونداي، كمان مثل ما الشكل الخارجي كتير حلو، الديزاين اللي من جوا كمان كتير حلو توروس، دي شيب حتى عم تشوف الفولان بقياده اكثر رياضيه. مزبوط بلس وقت منقول سياره هايبريد غير انه هي مصروف البنزين قليل عم بيكون، بس من جوا ابدا مش حاطين المواصفات الستاندرد، يعني جاي فولي لودر. اول شيء بدي احكي فيه كرفاهيه عم نشوف فيها الفرش جلد، نعم، اي سي كليماترونيك، شاشه 5 انش تاتش سكرين مع كاميرا ورا وسنسر ورا. اكيد كسيفتي فيتشرز بقى نحكي اهم شيء انه جاي فيها 9 اير باجز غير عن السيارات الباقيه، يعني غير انه جاي ديول اير باج قدام، الكرتن اير باج وسايد اير باج، جاي ني اير باج كمان للركبه لا سمح الله اذا صار في اكسيدان او شيء. وبلس اهم شيء بالسياره غير انه جاي الفرش في سخانات بالكراس، جاي فنتيليتد سيتس كمان، يعني اللي قاعد فيه عم بيسوق فرش جلد ما بحس ولا بالبرق ولا بالشوب ولا شيء، لانه بوث اوبشنز يعني جلد كثير بشوب، بنحطهم للسيتس فنتيليتد وبيطلع فيها مبوردي. حتى الكراس الورانيات جورج جايين هيتد، يعني اللي قاعدين ورا بالشتويه ما بحسوا ابدا بالبرد. اوكي هلا غير اوبشنات كمان اذا بدنا نحكي، جاي الاوديو ستيرنج ويل، تاتش سكرين، بلوتوث، بلايند سبوت ديتكشن اذا السياره جايه عن الجنب بالقليل تعمل ديتكت انه السياره جايه. بلس فيها كثير اوبشنز. اكيد هالسياره اخذت بالسيفتي فيتشرز 5 ستارز باليورو ان سي اي بي بالاكسيدنت. بيرفكت، يعني كامله متكامله، شكل رائع، داخل رائع جدا كمان. ننتقل هلا للمحرك، في عندنا كمان امور مهمه كثير بدنا نضوي عليها، خاصه نحكي نرجع عن سيستم الهايبريد.
وقبل ما نحكي عن المحرك تراس، حبينا نفرج المشاهدين بس عن الوساعة. أول شيء سهولة فتح الصندوق الخلفي بطريقة كتير سموث، وواسعة كبيرة للسيارة من وراء. أكيد جورج، لما وقت بتقول سيارة هايبرد إجمالا بيضحوا بشيء اسمه الصندوق، لأنه البطارية بتكون حاطينها بالصندوق. مزبوط. بالأيونيك عاملين بطريقة very smart way، البطارية محطوطة تحت الكرسي، so ولا مقصرين بالقعدة وراء ولا بالصندوق. يعني الصندوق بتشوفها 750 لتر بيساعد، يعني بالكاتيجوري تبع اكبر صندوق يلي بتلاقي بسياره هايبريد اللي موجود بالسوق. خبرنا عن عن المحرك هلا، بيرفورمانس الهايبريد منيحه او بيقولوا لانه هايبريد صارت السياره بتخف شوي قوه العزم فيها؟ نو ابدا. تقلك ليه؟ لانه نحن الهايبريد اللي جايبين على ايونيك جاي، قلت لك مثل اول الحلقه، جاي موتورين. عندك ال 1.6 لتر انجن جايب 105 احصنه موتور تيرميك عادي، بلس عندك الموتور الالكتريك، يعني كومبايند مع بعض عم يعملوا 148 حصان. بيرفكت. يعني حيالله السياره ستاندرد تاخذها 1.6 يمكن ما بتوصل قوتها هالقد، هاي كومبايند مع بعض عم تعطي 148 حصان بلس مصروف البنزين. بدنا نشدد عليها انه تعمل 3.4 لتر كل 100 كيلومتر، يعني تقريبا 580 كيلومتر عم تعمل بالتانك السياره. على كل حال، هذا من ناحيه بيرفورمانس لسياره الايونيك هايبريد. رح نتابع حديثنا اخر شيء، نشوف الديل الموجوده فيه اليوم السياره بالسوق اللبناني. صار وقت نعرف من تراس اكيد سعر السياره الموجوده فيه اليوم بالسوق اللبناني. تراس يعني باكج سياره لكجري بشكل رائع جدا. مزبوط. محرك هايبريد بمصروف سوبر ممتاز، كل هول اللي حكينا فيهم اليوم بالحلقه. شو اليوم سعرها للسياره؟ نحن الستارتنج برايس للهيونداي الايونيك 2018 موديل يير عاملينها 33000 مسجله خالصه، يعني انكلودينج في اي تي اند ريجستريشن. كثير منيح. يعني وقت بنقول هيدا السعر، يعني انت المصروف البنزين اللي بدك توفره بالسياره، وفرنا كذا الف دولار لسنوات، كذا الف دولار لكذا سنه قدام، يعني بدك تعمل بريك ايفنت، يعني فاليو فور ماني للسياره بعد كذا سنه، كانك عم تاخذ سياره رخيصه مع مواصفات فيري لكجري كار. مزبوط. كمان انتم عندكم حصلتوا على جائزه كثير مهمه، لابرنس بست وارنتي عم نشوفها. خلفنا 120000 كيلومتر، 6 سنين 120000 كيلومتر على الموتور فيتاس، وهيدا الوارنتي بس ما بيتطبق على الهيونداي الايونيك، على كل اللاين اب الهيونداي اللي عندنا اياه، بلس سبيشلي للايونيك بما انها هي هايبريد. نعم. الباتري اللي موجود بقلب السياره كفلتها 7 سنين كمان زياده عن 6 سنين، سنه اضافيه. مزبوط، 7 سنين. أوكي. 150000 كيلومتر عليها كفاله الباتري. كثير منيح، شكرا على كل المعلومات. على كل حال تراس، عن السياره تيست درايف اكيد افيلبل، اكيد 20 شو روم كنا عم نحكي. مزبوط. نحن وياك عندنا 20 شو روم تيست درايف، اني تايم دي كان كول على رقم التليفون يلي بده يكون موجود هلا. أكيد. على السكرين بيعملوا تسريب، بيحجزوا داي بوكينج تسريب، بيعملوا تسريب. نحن كمان رائدين كنا بلبنان انه عندنا الموبايل جراج، وجراجنا بيفتح من الساعه 7 الصبح للساعه 7 بالليل، والموبايل جراج اكيد 24/7. شكرا مره جديده، بنلاقيك بحلقه مقبله اكيد. مشاهدينا بكره سياره جديده اكيد على ام تي في. الى اللقاء.